السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني متابعين قناة كشف الكنوز، أحييكم في هذه الحلقة ونقدم لكم محاكاة عن العمق على طلب كثير من الأخوة. الآن أنا كما تشاهدون على الطبقة العلوية والسطح، هناك هدف صغير طبعا في هذا العمق حوالي 3 أمتار أو أكثر. سنرى ما كيف عملية كشف عن هذا العمق ومحاكاة العمق، تابعوا معنا. طبعا اخواني سوف انزل الى الان، انا في الاعلى سوف انزل الى هذا المكان الذي هو يعني سقف مستعار او كمصطبة، ونحاول قدر الامكان التربيع حتى نكتشف يعني كيف سيكتشف الهدف. نعم اخواني انا نزلت الى اقل من السطح عند هذا السقف المستعار، ونحاول الان نركز لعملية البحث حتى ثبت الجهاز بطريقة صحيحة. يبدأ الجهاز بالبحث. نعم أعطانا الاتجاه. طبعا المشي هنا فيه صعوبة بالغة طبعا كما تشاهدون اخواني، سوف يعني نعم أعطانا الخط الأول. إذا مشينا قليلا سوف يتجه فينا إلى الخطين في المربع. نعم نعيد الكرة، هنا غير الاتجاه، هنا الآن سنتجه إلى المكان طبعا الثاني هنا. طبعا هنا في حين غير الاتجاه فورا ما نتحدث مكان التربيع كما تشاهدون، أصبح عندنا خطين في المربع، وسيكمل الوقوف طبعا هنا كما تشاهدون إخواني صعب لأنه فارغ يعني حدد النقطتين في المربع. الهدف كما تشاهدون هذه القطعة الصغيرة جدا، سوف أوضحها في المكبر. فقط لحظة أضع الجهاز. طبعا هذه القطعة كما قلنا إخواني العمق أكثر من 3 أمتار، يعني يعتبر طابق وقليلا من الطابق. يعني هنا مكان ليس مستوى أرض، أنا ما حاولت تحديد المربع في عن هذا البعد والعمق. الكرتونة التي تحتوي أيضا معادن هناك وضعناها، يمكن وضحت لكم، هذه تحوي المعادن من جميع المعادن من الحديد إلى الكروم إلى كل المعادن وضعناها حتى نرى إذا كان سينجذب لها أو إلى هنا. هذا هو الهدف الصغير. هنا حيث أقف إخواني، لاحظوا هنا حيث أقف. لا تنسوا الضغط على لايك واشتراك القناة، نقدم إن شاء الله كل ما هو جديد ومفيد. وهذا هو السقف المستعار. السلام عليكم والتوفيق للجميع. هذا هو الهدف اللي شاهدته من أعلى. نزلنا الطابق السفلي وهذا هو الهدف. وهذه هي الكرتونة التي تحوي كما قلنا المعادن حتى نميل لكم كل أشياء المعادن وما شابه ذلك. ونكمل الآن التربيع إخواني اللي ربع معنا من الأعلى. لاحظت أنه حينما تقدمت على السقف المستعار بالضبط أعطى هذه الإشارة، إشارة الرجوع إلى تحديد المربع الهدف. ف
ثم تقدمت قليلا كما لاحظتم في الأعلى، أعطى الاتجاه غير الاتجاه، ثم إذا تقدمنا قليلا نعم يعطي أعضاء الخطين في الأعلى، لكن صعوبة المكان لا تسمح أنه يعني أكمل التربيع. الآن نكمل التربيع. طبعا هنا أغلق المربع كما تشاهدون، هذا لدى شاهدته من الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.